مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية والهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية، يوقعها عن الجانب الأردني معالي زينة طوقان وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. البرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة بين البلدين، يوقعه عن الجانب الأردني معالي الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. البرنامج التنفيذي الزمني لمذكرة التفاهم والمنبثق عنها الملحق للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، يوقعه عن الجانب الأردني معالي وفاء بني مصطفى وزير التنمية الاجتماعية، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية بترا ووكالة أنباء الشرق الأوسط، يوقعه عن الجانب الأردني معالي فيصل شبول وزير الاتصال الحكومي، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين، يوقعه عن الجانب الأردني معالي فيصل شبول وزير الاتصال الحكومي، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني، يوقعه عن الجانب الأردني معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، وعن الجانب المصري معالي حسن شحاتة وزير العمل.
البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة يوقعه عن الجانب الأردني معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، وعن الجانب المصري معالي حسن شحاتة وزير العمل. مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصرية، يوقعها عن الجانب الأردني معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، يوقعها عن الجانب الأردني معالي الدكتور فراس الهواري وزير الصحة، وعن الجانب المصري معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية ووزارة الأوقاف المصرية، يوقعها عن الجانب الأردني معالي المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. اتفاق ثنائي بين شركة البريد الأردني والهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية في مجال خدمات الدفع البريدية الإلكترونية، يوقعه عن الجانب الأردني معالي المهندس ماهر أبو السمن وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. أصحاب الدولة، للتفضل بتوقيع محضر اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة نيابة عن حكومتي البلدين.
تابعنا مشاهدينا الكرام هذا الجانب من المؤتمر وعرض مذكرات التفاهم وعمق العلاقات ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، انعقاد الدورة 31 للجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية، وحضر فيها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وانعقدت هذه الدورة برعاية كاملة من رئيسي وزراء البلدين. هذه العلاقات التي تؤكد دائما وأبدا على عمقها وعلى تاريخيتها وأنها علاقات متجذرة ومتجددة، هذه العلاقات تشهد نموا وتطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة برعاية خاصة من قيادتين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. هذه الزيارات في السنة الماضية تعكس الحرص المشترك على التنسيق وتبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات والانتقال إلى مراحل التنفيذ العملي لكل ما يتعلق عليه وما يتفق عليه من خبرات وبرامج تنفيذية واتفاقيات ثنائية ومذكرات للتفاهم. أجندة الاجتماعات اليوم تتنوع ما بين القطاعات المختلفة، ويتم ما بين البلدين في قطاعات عدة، في قطاع الاقتصاد والتجارة والصناعة، وفي قطاع الاستثمار والمالية والجمارك. كذلك تم إبرام بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم متعلقة بالغذاء والدواء والزراعة والطاقة والثروة المعدنية والسياحة والاتصالات والآثار. هناك أيضا حديث عن مذكرات تفاهم في قطاع الإعلام والعدل والشأن القنصلي. العلاقات ما بين مصر والأردن علاقات تاريخية، وهي نموذج ناجح ومنتج في المنطقة العربية. دائما وأبدا ما يتم التأكيد على أن هناك خصوصية في العلاقات المصرية الأردنية لما تتسم به هذه العلاقات من تطور ملحوظ ومن اتفاق في الرؤى حول القضايا المشتركة والقضايا الملحة، والتي يأتي على رأس هذه القضايا القضية الأبرز في المنطقة العربية وفي العالم العربي، القضية الفلسطينية. العلاقات تاريخية ومتجذرة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية أخذت منحى جديدا في السنوات الماضية بعد أن تم تدعيم هذه العلاقات من قبل رئيسي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة على عمق هذه العلاقات، وأكد كذلك على أن هناك تطورا ملحوظا في هذه العلاقات حول القضايا الملحة والآنية وحول التحديات الراهنة في منطقتنا العربية. وأكد كذلك سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة على أن هناك تطورا ملحوظا في هذه العلاقات في السنوات القليلة القادمة. أيضا أكد في وقت سابق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خصوصية هذه العلاقات مع أخيه وشقيقه الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. في كلمته خلال أعمال الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية الهاشمية، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه اللجنة نجحت خلال دورات انعقادها 30 في تحقيق منجزات مهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة وبالكفاءة. وشدد مدبولي على أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال ما زال واسعا لتعزيز التعاون الثنائي ما بين مصر والأردن، لا سيما في المجالين وفي المجالات المختلفة التجارية والاستثمارية. مشاهدين الكرام، العلاقات كما ذكرنا هي علاقات تاريخية ما بين الدولتين. نعمل في كلا البلدين على تطور هذه العلاقات من أجل تحقيق غاية الشعوب في البلدين، ومن أجل فتح آفاق للتعاون، آفاق أرحب لإبرام اتفاقيات وعقد مذكرات تفاهم من شأنها أن تعزز القدرة ما بين الدولتين على تخطي الصعاب وتخطي التحديات وتحدي التحديات الراهنة والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع تحديات خارج القطر العربي وتحديات خارج القطر الإفريقي وتحديات خارج قطرنا في دولنا المختلفة. خلال انعقاد أعمال هذه الدورة 31 للجنة المصرية المشتركة ما بيننا بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني،
في هذا اللقاء استهل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتطلع سيادته لأن تحقق اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، لأن تحقق نتائج ملموسة تسهم وبشكل كبير في تعزيز أواصر العلاقات ما بين البلدين بما يتسق مع رؤية وتطلعات كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. في هذا الإطار أكد على أن مصر وحكومة مصر وأن الرؤى تلتمس مدى متانة العلاقات عبر توجيهات القيادة السياسية في البلدين بتعزيز التعاون الثنائي. مشاهدينا الكرام، العلاقات ما بين مصر والأردن هي علاقات تاريخية وضاربة بجذورها في التاريخ وفي أعماق التاريخ ما بين الدولتين. أثنى مدبولي على عمل السد، والآن مشاهدينا الكرام ننتقل مع حضراتكم لنقل وقائع هذا المؤتمر الصحفي ما بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة. من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وترأست الجانب المصري في اجتماعات الدورة 31 للجنة المشتركة الأردنية المصرية العليا التي كما أسلفت انعقدت في دور انعقادها 31. هذه اللجنة المشتركة العليا هي من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظاما، إن لم تكن أكثرها انتظاما، وأفخر بأن أقول أيضا إنتاجا. اليوم راجعت اللجنة المشتركة العليا في دورتها 31 المنجز ما بين دور انعقادها السابق الذي استضافته القاهرة ودور انعقادها الحالي التي تشرف المملكة الأردنية الهاشمية باستضافته، واستعرضنا الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار بما فيها ضمان انسيابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضي الدولتين بعيدا عن أي عوائق أو معيقات من أي نوع ومن أي نمط، وخصوصا الشاحنات التي تمر عبر وسائط الترانزيت. استعرضنا أيضا جملة من القضايا التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وجرى التوقيع على 12 وثيقة اليوم بما فيها مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وأخرى في مجال الرقابة المالية والأوراق المالية، وأيضا برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة، وبرنامج تنفيذي في مجال الشؤون الاجتماعية، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ونظيرتها المصرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني للأعوام 23-24، وبرنامج تنفيذي ملحق باتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومذكرة تفاهم ما بين وزارة الصحة ووزارة الصحة والإسكان في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومذكرة تفاهم ما بين وزارة الأوقاف الأردنية ووزارة الأوقاف المصرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي ما بين البلدين الشقيقين، وأخيرا اتفاق ثنائي بين مؤسسة بريد الأردن بالمملكة الأردنية الهاشمية والهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني. مثلما تحدثنا أيضا عن تطلعنا إلى أن نرتقي بالتعاون في مجال الصناعات الدوائية لنصل إلى مرحلة التكامل الدوائي وليس التنافس الدوائي بين البلدين الشقيقين، وأيضا في إطار ما يجمعنا مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ضمن الآلية التي كان قد أطلقها سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للتكامل الصناعي العربي قبل عامين، والتي تشرفت المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة آخر اجتماع وزاري لها وانبثق عنه العديد من المبادرات والمشاريع والفرص التكاملية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدول الأربعة، ونتطلع إلى أن تعقد وزراء هذه المبادرة أن يعقد اجتماعهم القادم في البحرين بعد فترة وجيزة، ونتطلع إلى الإعلان عن مشاريع أخرى في هذا الصدد وهذا المجال. أيضا تحدثنا عن الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية العراق،
وعن أهمية هذه المبادرة الثلاثية، وأطلعت أخي دولة الرئيس الدكتور مصطفى المدبولي على نتائج زيارتي لجمهورية العراق قبل نحو أسبوعين، ولقائي مع دولة رئيس الوزراء العراقي الأخ محمد شياع السوداني، وعن الأهمية التي أكد عليها بإزاء الالتزام الكامل بتطوير هذه الآلية الثلاثية التي تجمع الدول الثلاث الشقيقة بما يعود بالنفع على شعوب هذه الدول الثلاث، وضرورة أن ننتقل وتوافقنا على ذلك، ضرورة أن ننتقل سريعا إلى أن نرى تنفيذ ملموس للمبادرات المنضوية في إطار هذه الشراكة الثلاثية، سيما ونحن مقبلون على لقاء القمة الثلاثي الدوري المنتظم الذي من المقرر أن تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة للدول الثلاث. استعرضنا حقيقة تطابق الرؤى والمواقف السياسية ما بين البلدين الشقيقين في إطار الرؤى والمواقف المشتركة والعلاقات الاستراتيجية والأخوية الوثيقة التي تجمع سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزاء مختلف القضايا السياسية والتقييم لمنظومة المصالح ومنظومة المخاطر، وهو تقييم مشترك ومتطابق. وفي المقدمة من هذه القضايا الرؤية المشتركة بأن الاستقرار لن يتحقق لمنطقتنا والعالم سوى بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا ودائما وشاملا في إطار الإجماع الدولي على حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي سياق وإطار يحافظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. وأكدنا في هذا الصدد على الدور المركزي الذي يقوم به سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المفدى في إطار الوصاية الهاشمية باعتباره الوصي على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشريف، وعلى الجهد الكبير الذي يبذله جلالته في هذا الصدد في سياق هذه الوصاية الهاشمية، مع التأكيد بكل تأكيد على 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 تحية وتقدير هذا الدور وضرورة مساندة هذا الدور عربيا وإسلاميا ومسيحيا لنحافظ على هذا الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. تحدثنا أيضا عن ضرورة العمل الدؤوب إلى مضاعفة قدرة خط الكهرباء الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأيضا عن التكامل فيما يتعلق بخدمات البنى التحتية وخصوصا في مجال الغاز، واستفادتنا المشتركة من المرافق على جانبي الحدود بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في هذا الصدد. وأيضا تحدثنا عن مشروع خط النقل العربي الذي يهدف إلى ربط أفريقيا بآسيا عبر العقبة مرورا بسيناء ثم إلى العريش ومنها إلى وشواطئ المتوسط ومنها إلى العالم، وسنعمل في هذا الإطار على تطوير هذا المشروع الحيوي والهام الذي يقلل من كلف التبادل التجاري ويرفع تنافسية المنطقة وييسر باعتباره حلقة وصل ما بين الربط ما بين أفريقيا وآسيا والتجارة القادمة من جنوب شرق آسيا مرورا بالأراضي الأردنية والأراضي المصرية واستفادة من الشواطئ المصرية ثم بالتصدير وحركة تجارية لبقية العالم. مثلما تحدثنا أيضا عن الدور الهام لأشقائنا من أبناء الجالية المصرية المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية والعاملين في المملكة الأردنية الهاشمية، و بهذا الصدد التزمنا بأن ننظر في كيفية أن نحافظ على هؤلاء الأشقاء في سياق منظومة القوانين الناظمة للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية وضرورة حثهم على توفيق أوضاعهم، وخصوصا بأننا أمس في مجلس الوزراء أخذنا قرار بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى السماح بالانتقال ما بين القطاعات لشهرين إضافيين. والحقيقة أنا أدعو أشقائنا وأبنائنا من أبناء الجالية المصرية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية للاستفادة من هذا القرار سريعا بغية
تأطير وتصويب أوضاعهم القانونية لمن هو مخالف حاليا، والاستفادة من هذه الفسحة في هذا الصدد. وهذه العمالة تحظى برعاية من لدن سيدي صاحب الجلالة، وهم أهلنا وأشقائنا وشقيقاتنا على الدوام. مرة أخرى أرحب بك دولة الرئيس في بلدك الثاني، وأنا حقيقة سعيد بهذا التفاعل الأخوي في سياق هذه العلاقة النموذجية التي تعبر عن مثالية ما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية العربية بين الأشقاء. أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز دولة الدكتور بشر الخصونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يعني اسمح لي طبعا أن أتقدم لكم في البداية بخالص الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا دائما ما نلمسه وما نعهده كلما وطأت أقدامنا بلدنا الثاني المملكة الأردنية الهاشمية. واسمح لي أن أنا يعني أرحب بكل ما شرحت دولتكم اليوم من نقاشات وحوارات قمنا بها في اللجنة الدورة 31 من اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، والحقيقة كلها مشروعات مهمة جدا لبلدينا، وبتأتي في إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، وهو ما نلمسه دائما من توجيهات قيادة البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للحكومتين، بتوطيد العلاقات الثنائية بين بلدينا ارتباطا بالروابط التاريخية الطويلة الكبيرة والروابط المشتركة بين شعبينا. والحقيقة إنني سعيد اليوم، وده الحقيقة اللي أنا يعني أوضحته النهاردة في بداية الجلسة، إن إحنا على مدار السنوات القليلة الماضية تغلبنا على أغلب التحديات والمشاكل اللي كانت بتواجه واللي كانت دائما موضوع لنقاش اللجنة المشتركة، وأصبح النهاردة بننتقل إلى علاقة أخرى، إن إحنا بننظر إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا في مشروعات جديدة. بنتكلم مش يعني أنهينا الحمد لله كل المشاكل والتحديات، ولم يعني يعد غير حاجات بسيطة جدا، ولكن أصبحنا النهاردة بننتقل في علاقاتنا الاستراتيجية نحو كيف يعني نزيد وندعم من العلاقة والروابط في مجالات المستقبل، مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والعديد من المشروعات الهامة التي تحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا. وهذا لن يتم إلا بربط الدولتين من خلال شبكة بنية أساسية وطرق ونقل جماعي كبيرة وقوية جدا. ولذلك فقد ناقشنا كما قال أخي دولة الرئيس في مشروعات وتقوية خط الكهرباء، ربط الكهرباء. حاليا خط الكهرباء اللي بيربط بين بلدينا قدرته هي 550 ميجا، تكلمنا على 2000 ميجا إن شاء الله، وتبدأ بمراحل بحيث إن إحنا نصل إلى 2000 ميجا لكي يمكن الاستفادة من خط الربط إلى نقله أيضا لدول أخرى شقيقة كي تستفيد من هذا الموضوع. أيضا تناقشنا في عملية الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي واستغلال البنية التحتية بين بلدينا، وكيف يمكن أن نزيد من هذه الروابط في إطار منظومة الطاقة الحالية اللي موجودة في منطقة الشرق المتوسط وارتباط الدول كلها بهذا الموضوع. ولكن زي كما قلنا ان موضوع النقل وتقوية كل وسائل النقل سواء النقل البري والبحري والسككي ايضا بين بلدينا لكي يسمح بنفاذية وانتقال صادرات وواردات البلدين من خلال بعضهما البعض، وده شيء مهم جدا في خلال الفترة القادمة. والأهم إن احنا اتفقنا على عدد من المشروعات التي سيتم فعلا تنفيذها في خلال المرحلة القادمة. الحقيقة طبعا كان مجال التعميق التعاون الاقتصادي في المجالات الهامة مثل مجالات الترانزيت والتجارة والصناعة من أهم المجالات التي تم نقاشتها، وعلى الأخص في مجال صناعة الأدوية. كما قال أخي العزيز دولة الرئيس لدينا مقومات هائلة في البلدين، وبالتالي من المهم جدا أن نتكامل ولا نتنافس في هذا المجال على الأخص لكي يحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا في هذا الشأن.
أيضا مشكورا أخي العزيز دولة رئيس الوزراء استجاب لمطلبي فيما يخص التعامل مع العمالة المصرية المقيمة في الأردن والتي تلقى رعاية فائقة الحقيقة. وفي هذا المجال اسمح لي أخي دولة الرئيس أن أوجه لكم الشكر للحكومة الأردنية وأيضا طبعا لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة على رعايتكم الهائلة لأشقائكم من الجالية المصرية في الأردن، كما أيضا يحظى أبنائنا الأردنيين الموجودين في مصر بغرض الدراسة والإقامة بكل الرعاية الفائقة من الحكومة المصرية في هذا الشأن أيضا. ولكن تكلمنا على موضوع العمالة المصرية، ويعني مشكورا أخي العزيز استجاب لطلبي في هذا الشأن وأنا بوجه لي الشكر في هذا المجال. الحقيقة كما قلنا يعني تطرقنا إلى أن العلاقات الحمد لله الثنائية بتعمل على أفضل يعني في أفضل حالتها، واللجنة المشتركة الحقيقة هي فعلا الأكثر إنتاجا وإنجازا من كل اللجان المشتركة على مستوى الإقليم كله، وبنتطلع إن شاء الله نفعل الآليات الإقليمية الموجودة لدينا، اللجنة الثلاثية مع شقيقتنا العراق، وهناك مشروعات كثيرة بنأمل إن شاء الله أن نضعها حيز التنفيذ في الفترة القادمة، وأيضا آلية التكامل الرباعي مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ومملكة البحرين في مجالات الصناعة، وأيضا الحقيقة بتقطع أشواط جيدة جدا في هذا المجال، ونأمل بإذن الله أن تبدأ مشروعاتها في حيز التنفيذ في أقرب فرصة بإذن الله. الحقيقة يعني كعهدي دائما بأخي العزيز دولة الرئيس الدكتور بشر خصاونة لمسنا كل التعاون والتكامل فيما بيننا معا، ولا ننتظر يعني دائما عقد الاجتماع السنوي، دائما التواصل يعني أنا عايز أقول تواصل دائم بيحصل دائما من خلال وسائل الاتصال المباشرة، وأيضا وجهنا السادة الوزراء أن تظل هذه هي الآلية، لأن أي حل أي مشكلة لا ننتظر لإرسال خطابات، ولكن يتم التواصل المباشر وحل هذه المشاكل أو أي تحديات بتظهر، وهذا هو ما يحدث فعلا على الأرض، وهو ده اللي مكننا من إنجاز الكثير والكثير من الخطوات المهمة في إطار توطيد العلاقة بين بلدينا الشقيقين. في الختام مرة أخرى بشكر أخي العزيز دولة الدكتور بشر خصاونة رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ودائما وأبدا يعني مصر والأردن في أفضل حال وفي أفضل علاقة، وإن شاء الله تحت ظل قيادتنا الحكيمة بإذن الله تستمر العلاقة بين شعبينا على أفضل ما يكون. شكرا أخي العزيز. تابعنا مشاهدين الكرام هذا المؤتمر الصحفي والذي دار ما بين رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية السيد بشر الخصاونة والدكتور مصطفى مندولي رئيس مجلس الوزراء المصري. هذا المؤتمر والذي أكد على عمق العلاقات المصرية الأردنية وعلى متانة هذه العلاقات وعلى ثباتها وعلى نمو العلاقات وازدهارها بقيادة حكيمة من قيادتين البلدين الشقيقين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. من المعلوم مشاهدينا الكرام أن هذه العلاقات تتميز بتاريخية وتتخصص في أبعد مما يتصوره في هذا الإقليم. مشاهدينا الكرام هذا المؤتمر أكد على عمق العلاقات وتاريخيتها، أكد رئيس الوزراء الأردني على احترام الوجهات النظر المختلفة وتبادل الرؤى في القضايا المشتركة والملحة، وعلى احترام العمالة المصرية وتوفيق أوضاعها، وعلى مشروعات النقل والربط الكهربائي والأدوية وما يمكن أن يستجد من تحديات ومشروعات تؤدي إلى وفق التحديات الراهنة والمطلوبة إلى تعميق هذه العلاقات. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذا المؤتمر الصحفي من المملكة الأردنية الهاشمية وتابعناه من على شاشة التلفزيون المصري. تقبلوا تحياتي ودمتم في أمان الله، إلى اللقاء.